وهي عيد فاتح نوفمبر، حللتم أهلاً ونزيدة ولبنة جديدة. هذا اللقاء يأتي لتجسيد على أرض الواقع الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للجمهورية التونسية بتاريخ 15 ديسمبر 2021. ويعد هذا التوقيع وثبة حقيقية تشهد على توطين وارتقاء العلاقات الثنائية بين بلدين، إذ نؤكد وبصدق الإرادة السياسية الرشيدة لقادة البلدين. اليوم من خلال زيارة هذه مع إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، تعرفنا على كوادر وإطارات وزارة العمل والضمان الاجتماعي الجزائري مخيرة الناس، قاموا بكل مجهوداتهم لتبادل الخبرات بين تونس والجزائر